هكذا اكتظت مدرجات ملعب جواس بمدينة سيئون بجماهير عاشقة المستديرة في بطولة كأس حضرموت في نسخته السادسة، والتي تنظمها لجنة كأس حضرموت المكونة من فرعي قدم وادي وساحل المحافظة، حيث أشعلت أجواء البطولة بشكل حماسي في مباريات ذهاب ربع النهائي والتي تتنافس فيه ثمانية أندية، أربعة من أندية الوادي ومثلها من أندية الساحل. العودة إن شاء الله في مباريات الإياب ستكون يوم 18 و19 من نفس الشهر، أي الأسبوع القادم يوم الجمعة ويوم السبت بإذن الله. تلحق بها مباشرة مباريات دور الأربعة، المقرر أن تكون في تجمع من دور واحد فقط. كانت الجماهير الرياضية التي احتشدت من مختلف مدن وقرى حضرموت مع موعد مع هذه المباراة الحاسمة التي جمعت نادي شباب القطن مع نادي أهل الغيل بالساحل، حيث أسفرت النتيجة بالتعادل السلبي. بحسب البطولة سيتأهل إلى النصف النهائي أربعة أندية، والفائز منها سيصل للنهائي الذي سيقام في قلب الوادي على ملعب جواس بمدينة سيئون، بعد أن احتضن الساحل نهائي النسخة الخامسة. القطن ما شاء الله يلعب في أرضه بكل قوة، ونحن ما قصرنا في المباراة، قدمنا اللي علينا وعادها في إياب، وإن شاء الله نحسم الإياب لصالحنا في أرضنا وبين جمهورنا. الحشود الكبيرة تبعث رسالة مفادها أن أبناء وادي حضرموت يتمتعون بالمحبة للحياة والسلام ويكرهون العنف والحرب، كما تعد هذه البطولة من كأس حضرموت تظاهرة رياضية مهمة لشباب المحافظة وإعادة لتنشيط وتأهيل قدرات الأندية والكرة اليمنية بشكل عام. حداد مسعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون حضرموت.